في هذا الفيديو سنتعرف على طرق الشحن التي يمكننا استخدامها على موقع إيباي، وما الفرق بينها، وأي طريقة شحن علينا استعمالها. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. هذا الفيديو أعلنه حسب طلب المستخدم فيفا وورد الذي يجد صعوبة في تعريف طرق الشحن على موقع إيباي. في موقع إيباي يوجد ثلاث إمكانيات شحن. الأولى هي Expanded Shipping، هذه الطريقة يستعملونها فقط التجار الأمريكانيين لأنها عبارة عن طريقة شحن سريعة جدا، يتعهد بها التاجر أن يصل المنتج للمشتري من خلال 1 إلى 3 أيام، ونحن تجار نعيش خارج أمريكا لا يمكننا التعهد للزبائن هذه الفترة لأنه لا يوجد شركة شحن توفر لنا هذه سرعة الشحن، وإذا يوجد شركة كهذه سيكون سعر الشحن مكلف جدا. لذلك إياكم تعريف إمكانية الشحن هذه. إمكانية الشحن التالية هي الستاندرد شيبينج، أيضا تعتبر طريقة شحن سريعة ويتعهد بها التاجر وصول المنتج للمشتري من خلال 1 إلى 7 أيام. هذا هو الحال للتجار التي تعيش خارج أمريكا، ويوجد عدة شركات توفر لنا هذه الإمكانية مثل إيكو بوست، فيديكس، يو بي اس، يو اس يو بي اس، وأخرى شركات معروفة عالميا. وفي جميع الدول بالعالم يوجد لهذه الشركات العالمية مكاتب، وعليكم الاتصال بهم وطلب منهم إرسال قائمة أسعار الشحن للشركة. وعادة الشركات تسعر مبلغ الشحن حسب وزن المنتج ولأي دولة ترسلون. هذه هي العوامل الأساسية التي تقرر سعر الشحن. أما بالنسبة للإمكانية الأخيرة تسمى Economy Shipping، وهي الأكثر استعمالا وتعتبر إمكانية شحن عادية. فيها يتعهد التاجر الذي يعيش خارج أمريكا مثلنا إرسال المنتج للمشتري من خلال 11 يوم إلى 23 يوم. والشركات التي توفر لنا هذه خدمة الشحن عادة ستكون شركات الشحن المحلية الموجودة في بلادنا، أي البريد المحلي، ومبلغ الشحن سيكون أقل من شركات الشحن السريعة التي ذكرناها من قبل. أما بالنسبة لمبلغ الشحن سيكون حسب وزن المنتج ولأي دولة المنتج سيشحن. لكل دولة يوجد موقع خاص للبريد المحلي من خلاله يمكنكم تعريف الدولة التي ستشحنون إليها ووزن المنتج الذي ستشحنونه. نفترض أنا من فلسطين وأعمل مع البريد الفلسطيني، أدخل لموقع البريد وأعرف أنني سأشحن لخارج البلاد، وأعرف نوع الرزمة عادة ستكون مكتوب، وأعرف الدولة والوزن للمنتج، وسيظهر لي السعر. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، وإذا يوجد أسئلة أخرى أو صادفتم مشكلة أخرى خلال عملكم على موقع إيباي أو موقع أمازون، أرجو كتابة المشكلة تحت وسأحاول حلها بأسرع وقت ممكن. أكاديمية كامبوست ستعلن كل أسبوع فيديو متعلق بربح المال عبر الإنترنت، لذلك لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك بالقناة لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع عالم الربح بالتجارة الإلكترونية، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك على الفيديو، وأتمنى لكم النجاح بمشروعكم وسأراكم قريباً.